بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، دروس تاني وحنا كنا حشرناي تفسير كأهيد جزء عامة رمضان كانوا قلت لقلي درسي قلناني وكي كويتوناد هنا كبل لابنا يا سورة القدر وحين نكون قادم دوننا إن شاء الله تعالى أفر سورة ذات سورة القدر هي سورة البينة هي سورة الزلزلة هي عاديات أفرتها إن شاء الله تعالى يا كو قادنين. سورة القدر وحلو بدنيا هاي إني سو دكتي مرحلة دي الدنباء نبيغا هجرة دي سكة دنباي سي مرحلة دي مدينة إني سو دكتا لو بدنيا قول يالي ما كيكو سو دكتين واشرت مرحلة دي ما كي سو دكتي قول يالي واشران علماء وحي كهالليسا سورة درمان تهد هل هبين أو قيمة بدن أو إلهي أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقود ديقي هبين كاس إيا فضي كيسة أي كهالليسا إيا جوانب تفضي كيسة هبين كاس وهبين كليلة القدر جا. الله تبارك وتعالى وحوري إنا أنه أنزلناه قرآن كيبان سودة شني في ليلة القدر شرف كهبين كيس قدره أما وقدريدا هي قرشين تا أما شرف واي هبين كي شرفت أما هبين كي قرشين تا هي قوندين تا هبين كي إذا سودة شني وما أدراك محاكو أغيسي ما ليلة ما محي بيتهي ليلة القدر ليلة القدر محي تهي يعني ما أجد واي فضل قيادي يقيمي هذا وحبا كامقا ليلة القدر ليها بين كاسي خير ومتك خير بضن من ألف شهر كم بلوت تنزل وحاسود قيسة الملائكة ملائكة بسود قيسة والروح هي ملك الجبريل فيها هبين كالحديث بإذن ربهم رب قد إذن كيسا سببتي سيكسو دقيا من كل أمر أرن كستدرتي بينا أسو دقيا أما أرن كستي لسو دقيا سلام نبت قليوي هي يضؤ هبين كيا حتى مطلع الفجر إلى فجر كا دلاشدي سلقاقارو سو بحيدا أما دلاشد فجر كا صبح دلاشدي سلقاقارو الله تبارك وتعالى وحليه هاي وحن سودتشني قرآن كا هبين كا ليلة القدر كا قرآن كا سيد الله أكسوني هاي صدح يلواتن صنو أيو إنير نبي أوسو دقي صلى الله عليه وسلم قيب قيب الله كيني مركا هبين كا سالة سودتشي محالة قوضا وحيليهين مفسرين تاقار كميدة سيد ابن عباس يو مفسرين كلو بضن أردادي سيا يغير كود وحي ليهين ليلة القدر بها لسودة جيوحا لقوضا سمدن سوك بيت العزة ميلي لادو سمدن سوكا أيا هبين كاسي قرآن كالكياني سقوضا الصعودة ويسوت كد من الصدح يلواتن كاسانو ميشا سا قرآن كا قيب قيب لوغا كياني وملك الجبريل اوكا كياني marka waxaa laga wadaa habeenka leelatul qadriga aan soo dejinay quraankii oo wada socda ayaa samada sokee la keenay habeenka 23 ka sanana samada soku qayb qayb uga iimaanayo looga keenayay sidaasi waa abdullah ibn abbas iyo mufassirin kale say marayaan leelatul qadri baan soo dejinay qolyo kale waxay waxaa laga wadaa bilaabashadii quraanku nabiga ku bilowday sallallahu alayhi wasallam ayaa laga wadaa tayib أو هبين كو نبيك كوب اللو دي وحي مركو كوب اللو دي ليلة القدر أهيد سيدانا والاقوة دا قول أورانية طيب
هبين كاس مركا وهبين إلهي تبارك وتعالى وهذا الكيسة قرآن كريم كأودورتي إنه سود تشيو مركا هبينكو وحفظلي يقيمة إرادة كوية لنا يا هذا الكيلهي با هبينكا سود تجي أو سيدة دبا زمنكو حوادث تحديث نعيسى أي فضلي إيوانا كوية شا مركا قرآن كيلهي با لسود تشيو تبارك وتعالى ليلة القدر قاسي قرآن كإلهي سودكي ملك لوامد الإلهي أكوت المامي إني تهي هبين بركيسا إنا أنزلناه في ليلة مباركة هبين خير كيسا لبديي أيان سودكي نبي الله تبارك وتعالى هبين كاسي إنو كتر رمضان كتر قرآن كاشيغي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان با إلهي سودكي رمضان هدنا ليلة القدر وكسي مدأة أيو إلهي قرآن كسودتش تبارك وتعالى سودتش انتو رواقاب كاس بل بشهر رمضان سيدا حديث أحمد أيوريين شغلبان وليه وحسن سيدو تلمامي بشهر رمضان كتبتي إلهي سودتش انت دي مهم كهيد بالرمضان بي سودكت وحاشيغي حديث كواثلة من أسقع وحنبي صلى الله عليه وسلم أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان يعني هبينك رمضان أقوه الرأي أي صحفة النبي إبراهيم لسودك وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان لحمر كي تكتير رمضان وحاسودك تي وإلهي سودك التوراة إنجيلنا وحال سودك صدح يلواتنك رمضان مركي تكتي قرآن كان وحال سودك لأربع وعشرين خلت من رمضان مركي تكتي أفري يلواتن أي قرآن كنا سودك سامعنا يدوحوي بشهر رمضان قده هذا أيا كتبتي مهم كهيد الله سودكي تبارك وتعالى مركا قرآن كرمضان بسودكي ليلة القدر نواسودكي ليلة القدر مركا قيمة هذه فضل كذا مركا لشيغو وحربير وحربير إنا أنزلناه في ليلة القدر وليلة التقدير والقوضة والله كرايو الله تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم وكميلك لكويري وهبين كاسي يعني مقاديرت إلهي يقضيه سي قدر كيسا أيا لك لخسارة لك لقدقا مركا الليلة هبين وح لك لحكومة إنه تهي ومعنها إنه يواصر تقل قدرك وحاكلوا ليردى بمعنى شرفك مركا هبين شرف له قيمة لوي وما أدراك محاكو قيسي ما ليلة القدر محيته سؤال شو عيوه ما نسى بمعنى تفخيم والوينينية شيء مركا لدونا إن لكو قبرا رجيو وينيدي سنة هذه قيمة أولى هذا السؤال لقد لقى محاد كأكتهي محاد كلا صعوتا يعني ولغو شيقوي موجد هذا لغو شيقوي ليلة القدر خير ومدك خير بدن من ألف شهر كم بلود بك خير بدن تاهي وحلقه ودا هبينك عملك الله السمعية الصالحة وحو كفضل بدن يهو كخير بدن يهي كم بلود وأن ليلة القدر كتر عمل الله السمعية مثلا الصلاة تكتو إيادي يوكال هدا تكتو معنى وحو يكون بلود إيهابينك صلاة تكتو إيادا كفل دي بدن مركا طاعة هبينك الله سمييو أيا كفل دي بدن هبينك لو أو كون بلود أو أن أين إيادو كتشرين معنى ساسا لغا بدن فضل قاسي لغو الشيغي أو إلهي أوسي تبارك وتعالى وديق إلهي أغو ديقي أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن كم بلود مركي سنة لو بدلو حي أوليغانتا سديتني سدح سنو إيه وليب زيادة أوليغانتا مركي سديتني سدح سنو إن عمري قاقة سنة دول بأو كسي هذا هداد هبين كافا إذي ستو إلهي كوافتشيو عمري قاقة وحا كسي يدي سنة دول بأ سديتني سدح سنو وضع عمل صالحة وديق إلهي تبارك وتعالى أبين قاسي ما دام مرك خير كيسي وناجي سبدين يهي الله وناجي سوحوك وحوش يجي وكم ذا ملائكة ما دام بركاتك يا خير كي ملها وناجو دقي يضع عشرة تمادو ملائكة إلهي حسودك توه تنزلوا حسودك الملائكة والروح قارهان ملك الجبريل وتخصيص بعد التعميم وهاي هدي اللي قال ليكو الروح ملك الجبريل نوع كلام ملائكة كم ذا نوالوف سرا فيها هبين كدحدي سودك يام بإذن ربهم ربي قد إذن كيسي كسو دقية لأن ملائكة إسكما دقاقضو وما نتنزل إلا بأمر ربك وحي كسو دقان أمر اللي إذن كيسي سيدا دو ملائكة كيمادان سيدا بين آدم كوكولو أمر لان إسكتل لابسة ما إسكتك من كل أمر من أجل كل أمر
arin kasta dartiibay ku soo degay ila soo degayaan oo khayra oo wanaaga waxyaalaha ilaahay qadaray ee wanaaga ama yaani wax weeyaan waxay la soo degayaan wax kasto ilaahay xukumay tabaaraka wa taala sanadkaas ila sanadka dambe laga gaaray oo fiha yufraqu kullu amrin hakim oo kale lamid noqonaysa salaamun nabadgeliyo weye hiya iyadu habeenkaasi yaani wax weey mahaaligta iyo gaar ahaan waxyaalaha aakhira bini aadamka dhibaatada u geystay nabad ka tahay xataa matlaci lfajri ilaa fajirka dhalashadiisa laga gaadho habeenkaasi marka waa habeenku nabigu uri sallallahu alayhi wasallam ruuxii khayrkeeda laga qadiyey khayr oo dhan baa laga qadiyey nabiganuna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi tobanka dambe ka raadiya bisha ramadaan tobankeeda dambe weliba habeenadeeda isdheer oo tirada isdheer ah 21-ka, 23-ka, 25-ka, 27-ka, 29-ka weliba waxay u sii rajo badan tahay yaani 27-da laakiin siday culimo badan rajaxayaan way guurguurtaa oo waxaa dhici karaysa inay sanadna 23-ka gasho sanad 22-ka gasho sanad 25-ka gasho sanadka xiga ay gasho mathalan 29-ka ama 27-ka waxa uun adigu heli karaya ruux 10-ka oo dhan wada istaagay oo dadaalay shaki male kaasi wuu haleelayaa haddii laakiin aad muxuu ahaayey aad habeenada qaarkood ay ku seegseegaan waxaa dhici karta inay dhexda ka baxdo oo ay ku seegtaa dhici karaysa sidaas wey macnaha hadda waxay inagu soo beegan 10-kii dambeynu hadda bilaabaynaa inagu soo yacni waxay fooda inagu soo haysa marka waa in dadaalkeeda si looga faa'iidaysto wax yar ma aha wax sahlanna ma aha ilaahay inuu ku waafajiyo tabaaraka wa tacaala intaas aynu kaga soo baxaynaa suuratul qadri iyo qiimaha ay ku tilmaantay habeenkaas oo ay ka mid tahay in habeenkaasi ilaahay uu kala xukumayo sanadka waxa soo socdo maqaadiir dhacaysa ayaa la soo dejinayaa yaani looxul maxfuudka laga keenaya hoos baa la keenaya malaa'igta suxufteeda ayaa la keenaya waxay yaani wax weeye qur-aankii baa la soo dejiyay habeenkaas waa fadiilo ay la dheer tahay habeenada kale ama zamanka intiisa kale suuratul bayyina way suuradda inoogu xigta ayaduna waxa weeye waa suura madaniya say culimadu u badan yihiin waxay leeyihiin waxay soo degtay marxaladii dambe ee nabigu madiina yimid sallallahu alayhi wasallam waxaa sugan oo bukhaari iyo muslim ay soo saareen in nabigeenu sallallahu alayhi waalihi wasallam uu ku yidhi ubay ibn kacab wuxuu ahaa saxaabi jaliil ah raggii qur-aanka xambaaray oo takhasuska qur-aanka ku lahaa buu ka mid yahay ubay ibn kacab buu nabigu wuxuu ku yidhi alla wuxuu ii amray inaan kugu dul akhriyo suuraddan lam yakun alladiina kafaruu min ahli alkitaab markaasuu ubay wuxuu yidhi oo rasuulka ilaahay ow ilaahay ma magacaygu sheegay miyuu ii magacaabay asamaani miyuu ii magacaabay haa buu yidhi markaasuu ooyey yaani farax buu la ooyey ilaahay inuu ii magacaabo oo haddana nebiga la faro la yidhaahdo ubay korkiisa ku akhri suuratul bayyina waa farxad weyn marka farxad buu la ooyey ayib لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن ميسن هان الذين كوا كفروا قالوا بي ومن أهل الكتاب أهل الكتاب كا والمشركين يكوي سنم يدع عبودية مينا أهان منفكين كوا كفكني كوا كفكني وفاروق يكتك يحمانت يقال لماذا حتى تأتيهم إلى أغتمادي البينة حجدي عديد رسول رسول إلى أغي مادي ومن الله حق لك هذا ويطلو رسول كاسو يطلو أخرين يا صحفا وراقو مطهرة أولا داهيري باطل كي يحمان تلقى داهيري فيها وحا أهاتي صحفتا دحدة أم وراقها دحدة وحا أهاتي كتب أي مكتوبات وحيابا لقري أو قيمة توسا cadaalad iyo xaq ku salaysan oo toosan ba ahaatay aayadda waxay ka warramaysaa ama aayadkaasi waxay tilmaamayaan ahlulkitaabka iyo mushrikiintu ahlulkitaabka waxaa la yidhaahdaa waa dadkii la siiyey kutubtii inaga horreysay oo yahuudda oo tawreed la siiyey iyo nasaarada ama kristanka oo injiil la siiyey labada qolo ayaa ahlulkitaabka inta badan loo isticmaalaa marka ahlulkitaabka oo qolyaha ah iyo mushrikiinta oo laga wado cabadatul awthaan wa niiraan kuwa sanamyada caabudi jiray ama dabka caabudi jiray mushrikiinta wixii alle wixii ka soo hadhay caabudo dhan baa la yidhaahdaa mushrik la yidhaahdaa
حتى أهل الكتاب كوا مشركين أهل الكتاب كوا سيد القرآن كم يلا كلو كتل المشركين توي قليا لكن واحد قوني الله قصاري وحليهن أصل ككتاب توضو شرك ماهين أصل ككتب تلو قصودكي هي الدين توضو أصل وحاوه هي توحيد كأصلها لكن دبا شركو كي يميضا وين لحدا وين حرافة طيب هذا هو من كان يهودي كريشتان كإسكودر أهل الكتاب كا عربتي يوحي لها المال يفارسيين تي يوحي دبك عابودي تشري أما أصنامتي أو ثانت عابودي تشري مشركين تا كل قد مركا لإسكودر رمينا أهانين منفكينا كوا كفكنا يه كوا فكنا يو كتاق يو كزولة يمين أهانين محينا كزولينين وحينا كزولينين وحي هايستين قال لي ماذي يا كفري يا شركي يعني أي وحن وحبك تشرين عابدان وحاس كود دين يميسا أهانين حتى تأتيهم البينة إلى حجدي عديد أوتمت بمعنى إن أد حمان تكتكت وإن حجعد أدهش فلسفة يا عقلي يددال كودة كجمين التجن لكن حجدي عديد إلى أوتمادو وحودي بهستين وحالة المامية حجدي عديد بهدنا لصيف سيروح على الحجدة عد وبدل يعني والرسول حق الله كيم يعني إلا نسق حجدة على يمت وحق الله ككاني حجوين كعد عد هي دلائشة شرح يسي توحيدك شركك هي توحيدك كالعدين يسي وناجي حمانتك العدين يسي باطلك حقك العدين يسي إلى الرسول كاسي ويمت مين حمانتو ذي كتقن طيب رسول كاسي محو السم كسميني رسولكو مقص بينين لكن وحو أخرين يي وراقو لداهيري وراقها لداهيري وأكوين كسو مرني سورة عبسة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة وقرآن كأكوية للصحف ملائكة وراقها ملائكة أهيان لداهيري الزيادة النسقان أن كظاهر كأ حمان ورنا كظاهر كأ وراق النعاس أخرين يا وراق لداهيري وأخرين يا باطل لقد داهيري وراقها محاكويا لا وحاكويا لا وحيالا لقري أو توصن وقرآن كوي هذا الكي الله كقرآن تبارك وتعالى وهاي أو حقها ليس عدالة وراقها سو أخرين يا ها ضدك كدو الأخرين يا إنه ضدك كتابك إله يمحوها هاي وحي كدو الأخرية مسؤولية سين تاسي أحي مركو أخرية كدبنا dadku midki ilaahay ugu talagalayna inuu ku hanuuno kii aan loogu talagalina inuu san marka hanuunka qaadan way macna waana sida ay ahlul kitaabka laftoodu noqon doonaa marka ilaah rasuulkaasi iyo xaqqaasi iyo wixyigaasi aayadaha cad cad u yimaadeen wuxuu imeyna ka tagin way lam yakun maynana hanin alladina kuwa kafaru galobi oo min ahlul kitaabi ahlul kitaabka kamida tayib wal mushama ahlul kitaabka ah bayaniyah dadka dhigto wal mushrikiina iyo mushrikiinta ah كوي محو أهي عبودي جري وحان الله أهين صنم يدا يدبك عبودي كل قد مين أهان المنفكين كوكا فكان يميسان أهان كفرق يحمانتا كوكا فكان يميسان نغنين حتى تأتيهم إلى أتمت البينة حجدي عديد إلى أغا إيمانيس طيب حجدي عديد مركة أتمت محيسا من مركة قارنوي الرومين قارنوي الديدين يضلفت إني وضقاتين لقم فهمي رسول رسول إلى أؤيمت ومن الله حق الله كيم كاسو يطلو أخرنا يصحفا وراقه مطهرة أولا داهيري أولا داهيري باطل يحمانت لغا داهيري فيها وراقها نحو ضوحة هذه كتب قراله قيمة أوتوسا يعني ووحيقي الله قرالك وراقها كو قراني ووحيقي الله أوتوسا وانقلع لهين طيب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة مركي حجدي عديد أتمد ما إسراعين وما وضقاتين سوى شيقني كهر إني سنكتغن طيب حجدي با أتمد حيث من مركي وما تفرق ميسن كالتغن ميسن كالبحن الذين كو أوتوا لسي الكتاب كتاب كالسي إلا من بعد ما جاءتهم مركي أتمد كدموي البينة حجدي عديد مركي حجدي عديد أتمد ووحيك أيمد ورسولك أيمد مركاسي بإسخلافين مركاسي كالتغن بينما للربي وحيك عدين تا يحجوين كأيمد إن كهنونان وإسرعان وحق خير كأي سرعان مين يليني مركاسي بسهر لإسخلافين
way iskhilaafeen. Iskhilaafkoodu muxuu ahaa marka? Iskhilaafkoodu waxa weeye, ama waxaa laga dhigayaa qaarna waxyigii iyo khayrkii yimid bay raaceen, qaarna gaalnimadii bay ku adkaysteen, sidaasay ku kala tageen oo isku khilaafeen. Tayib, ama ma ahe waxaa la leeyahay yacni waxa weeye tafaruqani kuwii gaalada ahaa buu ku dhacay. Wamaa tafaraqa maynan iskhilaafin, oo ma kala bixin oo ma kala tegin. Alladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey waa kuwii kutubta horey loo siiyey oo yahuudiya nasaara, ilaa min bacdi maa jaa'atu markay u timnooye albayinatu xujadii cadayd. Meelo badan baa qur-aanku inoo sheegay in iskhilaafkoodii kala tagoodu uu yahay markii cilmigu u yimid sababta keentayna ay tahay baqiyan baynahum, yacni gardarro iyo xasad iyo muxuu ahay qooq iyo kibir baa markay xujadu caddaatay kadib ku xambaaray inay muxuu ahay iskhilaafaan oo kala tagaan. Wailaa waxay ahayd xaqu hadduu caddaado bayinadu timid in la wada raaco, markaa lagu midoobay ahayd. Wamaa umiruu, yacni wax weeyaan mayna kala tegin ilaa ay xujadii uga timid. Wamaa umiruu lama amrin, ama walxaal maa umiruu way kala tageen, way iskhilaafeen. Wamaa umiruu iyagoon la amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooye allaha alle inay caabudaan mooye wax kale lama amrin. Mukhlisiina iyagoo u saafi yeelay lahu alle addiina cibaadada, inay alla caabudaan weliba iyagoo u gooni yeelayo yani aan waxba cid kale wax ugu darayn. Xunafaa shirkiga ka leexanayo ka tegayo tawxiidka aadaya. Wayuqiimuu inay toosiyaan mooye wax kale lama amrin. Assalaata salaada, wayu'tuu inay bixiyaan mooye wax kale lama amrin. Azakaata zakada inay siiyaan. Wadaalika kaa, oo cibaadada alle iyo salaada iyo xaniifnimada iyo zakadoo la bixiyo daalika, intaasoo laysku daray diinulqayimati, diinulmillatilqayima, diintii toosnayd weeye, diintii toosnayd, diinulqayima waa diintii toosnayd. Markay kala tegayaan oo iskhilaafayaan oo ay kala jajabayaan, bayinadii markay u timid kadib, waxa loo keenay ma ahayn wax lagu kala tago, wax la isku khilaafana ma ahayn. Mabda cad oo kii loo abuuray ah unbaaba loo keenay, muxuu ahaa? Ilaahay keliga caabuda, cibaadadana isaga u gooni yeela, cibaadada ilaahay keliga u gooni yeela. Mabda'aasina waa mabdi'ii loona abuuray kutubta ilaahay soo dejiyeyna kulligood ay la timid. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. رسول كستو لو سو ديري waxaa loo la soo diray inuu adoomada baro xaqa ilaahay, ilaahay keligii inuu ku xidho, keligii inay adoomadu caabudaan, xaqi ilaahayna ay gutaan. Wixii la amray intaas ay ahayd: ilaahay caabuda, shirkigan ka tago oo tawxiidka qaata, xunafaa salaada toosiya, waa cibaadaadka badaniga ay xubnuhu sameeyaan. Cibaadada ugu qiimo badan way ugu weyn waay salaadu. Xoolihiina ka bixiya, xaqa lagu leeyahay zakada ka bixiya, intaasaa la amray. Ma intaasay ahayd marka inay isku khilaafaan bay ahayd, mise inay isku raacaan bay ahayd? Intaa waay, waa asaasiyaad, waa diintii toosnayd waay. Diintii toosnayd markay u timid oo loo caddeeyey meeshay ahayd inay israacaan bayba ku kala tageenba, wayba sii kala jajabeenoo way burbureen. Waa ka nabigeenu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam in ay isu khilaafeen yahuuduna yacni waxa weye 71 qaybood bay u kala burbureen, nasaarana 72 qaybood bay u kala burbureen. Way sii kala jajabeen oo kooxay noqdeen islacnaday oo isgaalaysiinay. Kristanka hadda waydinka arkay yacni wax weeyaan madaahibtoodan katolika iyo protestant iyo muxuu ahay ardodokiska iyo firaqdoodan midba midda kale agtooda gaalay ka tahay, way isgaalaysiinayaan. Marka saasay u kala jajabeen. Laakiin diintii u timid oo ama nebi ciise u keenay ama nebi muuse u keenay waxay ahayd alla caabuda, cibaadadana u gooni yeela, salaadana toosiya, sakadana bixiya, shirkigana ka tago, tawxiidka qaata. Intaasay kutubtu la timid. Wamaa umiruu, walxaal bay kala tageen, maa umiruu aan la amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooye allaha alle inay caabudaan mooye wax kale aan la amrin. Mukhlisiina iyagoo u gooni yeelaya lahu alle addiina cibaadada u gooni yeelaya. Xunafaa iyagoo xumaanta iyo shirkiga ka leexanayo tawxiidkii wanaagga u leexanaya. Wayuqiimuu inay toosiyaan mooye wax kale lama amrin. Assalaata salaada inay toosiyaan mooye wax kale lama amrin. Wayu'tuu inay siiyaan
الزكاة الزكاة إني دتك إسكال يحق إني محادتك مضن أي سيان وحكل ما أمر وذلك كاسون الدين القيمة ودينتي توصنيدوي ما بدي ذا يقل أمري ومن دينتي أنا لاتمي طيب لأن وملها أي يعني أديان السماوي كم إذا يصنتها هو طيب وذلك الدين القيمة وحي أدري شدين الإمام الزهري يا إمام الشافعي يا إمامك لو حي أدري شدين أعماش إن إيمانك كم تهي أو إيمانك كل حشرته لأن وحوي عبادتي إيو صلاتي إيو سكدي أو أعمال أيا وحليلي وذلك الدين القيمة والدين تبالي مرك وحويان دينتو إيمانك إيو أعماش أعمال الصميو يوحي سوكرتا ما يعني قلبك وحو الرميو قلبك وحو الرميو يحبنه وحي الصميان بإيمان باليرد يعربك وحو كل واقبه وليبه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم كوا مرك أهل الكتاب كأي مشركين تاسي انت حقي أيمدو لو عدي بال مري وكوك عن صيري وكحمان تود إسكوتي أبال كود محوية إن الذين كوا كفروا كفريي وقالوا من أهل الكتاب أهل الكتاب كاه خريطتك كتاب كاللوسية والمشركين كوا صنم يدعى عبداء في نار جهنم جهنم النار تيدا دحذي أهذي خالدين حالي كوا ريان فيها دحذي ذا أولئك كواسي هم إيو شر البرية انت إلهي أبو ريب أو شر بدين يعني إلهي تبارك وتعالى أهل الكتاب كي مشركين تي مر هذه التوحيد كي مبدي إلهي وأمري يحق إلهي أي ديدين أبالكو ذو مركا إن جهنم النار تيدا لقليه واه ولبو يكوا ريان لأن ما دام قال لما كل انتين روح قال لما كل انتين وإنو نار تكوا رواه يعني حرام بيكتهي روح قال لما كل انتين إنو جنة قلم طيب نار تكوا ريان وأسيد القرآن كم يلا بدن كتل مامي جنة ذو حق لا ضد إيمان كل انتين حتى هدي الروح مؤمية لكن الذنوب وين وكل كل انتين شركة أهين رجوا ليه أخيرا من شنده قدام بينيه لكن روح قال لما كل انتهي رجم له خالدين فيها وكواري أولئك هم شر البرية وحلو قدري انت إلهي وأبورتين مخلوقاتك وشر بدين لأن مخلوقاتك انت وذكى لي حتى جماداتك إلهي بعبدا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر إلى آخره مخلوقاتك إلهي بودع عسيني صمد هذي تقول كهدوية بورها جيدها بضها وحنا ذر كيسان إلهي بيقول تسبح سنية تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن يعني كل قد إلهي بيقضي عسيه وحا قرم مري إلهي طاع حديث إن لقى أمر قاته وحا قرم مري أون إنتن كوحذن كالذا سأصد رادد يعني وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب إلهي إن بضلوا بني آدم ككمد إلهي بأسجودة يعني مخلوقها كلي رعسيهن وإلهي أطيعي إن بني آدم ككمد أي مركة قرى مرتي كواسي مركة وحلم إذا أو كشر بضن مجره إنت إلهي أورتبي أوشر بضن إن الذين كوا مركة لقصوا الشيكية وحال قلي مركة ضدكي وناك سناي مؤمنين تا وكوي مركة حجدة يبينضو أتمت راعي وأمرك إلهي قاتي وتوحيدك يصلاة دا يسكذا يدين تتوصل راعي كواسي أوي يجا وأكو إن الذين كوا آمنوا الرمي حق يحجدا يبين ذا الرمي أو عملوا سمي الصالحات عمليالك ونواناكسا وصلاة يزكذا أقوه الرئيان أولئك كواسي هم يجو خير البرية انتو إلهي أبو ريبي أقو خير بديه وآيات دي أدل الشدان علماء قاركوت مؤمنين تو إني كفض لبديه الملائكة أربع ساعة أدلش هذا والله أعلم طيب أنتو إلهي أبو ربي أقول خير بدنيهن لأن وحوه وأضوم إلهي الربي قد أطيعي وكأمر قاتل الشرف بمرك ليهن قيمة ليهن ومعنى أبا الكود محوه ساسي أدونك هذه الشوقة وتسكيسي وأماني قيمة ليهن إلهي أكتس تبارك وتعالى آخرنا جزاؤهم أبا الكود عند ربهم ربي قد أكتس أي كليهن جنات عدن واردة أما النجاديك تشنوين كذا يعني تشنوين أيق النبض كو أستاميسن وارد يلي تشنوين كاسو تجري أي صعدة من تحتها هوس يد الأنهار وبياشي أي صعدان
خالدين يجوا كواريا أما حالي كواريا فيها جنات كدحض أبدا ولي قد كواريا رضي الله إلهي بارالك النقض وسياده عنهم حق هذا ورضوا يجون الرالي بين نقدين عنهم عنه الله حق يصير رالي كنقدين ووحو سيبي كوقن عين ذلك أرن كاسنا لمن عد بأسوق نادي خشية بقي ربه ربك كبقي أبال كدتك مؤمنين تي إله أكتس أيكول يهين عند ربهم بالي ملسو كما ملسو كما عدك لأكتس أنا ما والله عزيزك أكتس أيكول يهين وجنوينك نقاذيك جنوين هذه اللي تقول لغو نقاذو عدي كشائن كبحين كلمنين كالسفرين جنات عدن باب الرهاب يقدم با وحال إلى هذا وابيرها النقاذيك السندوين كالنقاذيك إلى هذا طيب خوستو ذا وحا قلقل يوبياشي يعني وحو يقريها يقيدها يأسندوين كخوستو ذا وحا صعودا وبيال إلى الدردرة أيا صعوني ومنظر كأقو قرح بضان واي سمدر كده بني آدم كميلها دا الحيس كي يقرح دي الله تغو وميلها أي قيدها يبيه أي سقلان وكميل آدو قرح بضان واي وبياشا صعودا في سورة المحمد با إله كوفا فهيو و يعني وحي وبيال عانا وكوى ملبا وكوى بياء نسبدلين صافئة وكوى خمر صافئة وبيال كالجد إلى كالجد سنة وبيال بها الصعودة طيب الله تبارك وتعالى وحكى له دبدغي ويكواريا وليغوت ميلي كتغيان يغو يعني جنات كالوغو مغعابي إني جنادين نغاديهين فهدنا وحا لدبدغي ويكواريا وليغوت كبحي مايان كتلمان مايان كالصفر ما يعني وحوي هالكاسي ولغوت كتشريا جنوين كامركي قلان وح جنوين كيبا كوين بالسينيا وإله رضيه سا ورضوان من الله أكبر وامذك آيدك الإله كل مركو جنوين كسو شيكي وح نحيال ورضوان من الله أكبر إله رضيه سا إنو رالي كان نقضا كوين وح جنوين نحيال سأصدر هذا حديث كنبي كوين صلى الله عليه وسلم أهل جنها مركي جنوين قلان بو ألا وحولي أهل جنو ميدين سيادية markaas waxa ilaahay rabbi waxaan noo siiyadin hadaad naar naga badbaadisay jannada naga gelisay waxaan noo laaban markaas uu allah waxii ilaahay tabaaraku taala raaliban idin ka noqday waligeena idin xaroon maayo marka naxmada jannada wax markay galaan wax la sii wax ugu qaalisan ba ilaahay ridihiisa waa iyo talabaad oo ah in ilaahay wajigiisa daawadaan waatayn ku soo marnay suuratul mutaffifin iyadan ya iskalawa barwaaqadaasi sida u taalayaale dalika liman khashiya rabbahu ridi rabbiki ka baqday او قلبي جيسا اي بغدين قشي ربي جيب الله كل مدونا لحساب تمدونا كدي من حقوق دي ربي جيب قتي وعبسي داسي اي كوحن بارتي روحا سا اسكالي ابالكا اساقا جزاؤهم ابالكود عند ربهم ربي قود اكتيس اي كلهن جنات عدن النقاديقة جنوين كيسا السندوين كاللغون نقادوا تجري ويحوي سعطو جنوين كاسو تجري اي سعطو من تحتها الانهار وبياشي خالدين حالي كواريا فيها دحدا ابدا ولي قود رضي الله عنهم إلهي بارالي كالنقضي ورضو يقن الرالي بين نقضان عنه اللحق يسا محالا قوة ذا وحل السيي بيكو قنعين رالي ويمرك وحمدت بيان وحينو كم قيم مر ميسنا يعني ويكو قنع سيين ذلك أرنكاسي لمن عدب أسقنا ذي خشية كبقي ربه ربكي كبقي سورة الزلزلة وسورة يضنا إنه وحكتة يضنا وسورة مكية ووحي سودكت مرحلة دي نبي صلى الله عليه وسلم او مكتشري انتو سنهجروني بي سودكت بالله وحي كو الرميسا سورة داني مركا بونكا سوركا لأفوفو سوركا أفوفي ستدن بي اللغو سو نولانا يو يه اسبدلكا كورد عايا دولكا يو بين آدم كي سيد الله أبال مرينا يو يه ميشو كوكا لدن بينا يو ايه وحكت الماميسا إذا قرتي زلزلت لقلقلو الأرض دولكي زلزالها قلقلي ديدي زلزالها قلقلي ديدا كوهبون طيب هو أخرجت أي صوصارتو الأرض دولكي أثقالها عليسي ديدا أي صوصارتو وحي عليسي قده هيدا كوشري أي صوصارتو وقال أويله هذا الإنسان إنسان كي بن آدم كي ما لها محا أسكنا ذي يعني ويبا دقاني ذا ويحس اللون ايدي محي لذا محي أدن لذا سيوح كي يومئذ مال كاسي تحدث شيكين للكي
أخبارها ورر كذي بيشيقي وشيكين ويورمي ورر كذي بيشيقي. طيب بأن ربك صوت حوي بأن ربك الرب قابا أوحى أوحيوذي لها إيادا تاس سبب تيدبي أور رميسا يوميذ مالين كامرك يصدر ويسوف ليان ويصوب حيان الناس ضدك ويصوب حيان. طيب أشتاتا أيقو كوكلا تكتكسنة يوكلا ددوا نعياء أنا سكمي دهين ما حي أصوب حيان أصوف ليان ليروا إن لتصدر أدد أعمالهم عمليات كودي إن لتصدر أدد بأصوف ليان ويصوف ليان أصوب حيان سلوتوس عمل الله ذي وحي الشقيين السميين يوحي الشقيستين فمن يعمل مثقال ذرة مركي دولك لجل كيلو طبعا صور كمرك الله أفوفه دولك وجل جلنيا ولا جل جلية ولا روحية مرك الله الروح روحتان كي جل جلدو شيء والباء أنت أولي أجيها بالروح دي شيء جل جلية شديد صنقطها مرك زلزالها جلجل الشدة أما جلجل ده ذو وأنت أقول كل لقي هاي حجم جيدو أنتوا لقي بجلجل دون أقل أنت هواي شيء غيرك هذيل الروح هي شيء وين هذيل الروح إسكو روح إسكو سي أم الرحمن إسكو سين أم الجلجشان مرك واحد يقول كجلجل ده لو تيري وامد يده وين كذا يحجم جيدو مناسب كأواي الجلد أدوين واحد والروحانة يسامرك ولا الروحية. طيب وفول أوكله وحبي صو صار يسامعنا مركي أي للروح كذب وحلا ويحي عليه سكتشري ونبى مركي صو صار يسام أثقالها عليه سيدا يدها ويحي كتشري بيصو صاري وحي صو صار يسام ويحي للجليه بني آدم كيلو قاسي ويحي يدا عن كم يدهين أو يدا كدوان أجنبي كأ oo gudahaada la galiyo oo dhanbay soo tufaysa banaanka u saaray u soo saari samana wa takhallata somarri wa maana wa ismadina isa is khali yeleysa banaanka u soo saaraysa ibn aadam ki markeeda wuxuu yaqaanay dhul xasiloon oo degan oo uu ku socdo oo ku tamashileeyo oo ku shaqeysto oo dhaqdhaqaaqin buu yaqaanay waxan markuu arkay gilgilinaysa ruuxanaysa wa iswaydiye markuu maxay leedahay war maxaa ku dhacay ma laha maxay leedahay war maxaa soo kordhay wa yaabay مالك إسجع دلك وحول الروحنا يورمي يا وربوسي ديني أخبار بهيسا ربودي فربنا بهيسا أخبار تدي بمركز شيء جيسا. طيب حديث باشرة أحمد يتربيده يسوع صار من حديث أبي هريرة والنبي يقول صلى الله عليه وسلم أخبار تي هذا متقانا ورك هذا ميات قرن إنسان وإلى هذين مايا والنبي يقول صلى الله عليه وسلم ورك هذا وحوي أدون كستي أدون كستي أدون كستي أدون كستا أي مالين تقيام هذا حيكون مرقاتي فوري دون تاويحي كور كذا أي كسامية تاسا أخبارت اللي قوضة حديث كاسي من حيث الصناعة الحديثية حقا سندها وضعيف مصوكنا لكن معنى أهان للكو إنو وحو كوركي سلقو سامية شيقي دونو أو ضدك كو مرقاتي فوري دونو ومعنى هلا قوضة وار كذي ومركا شيقي دون تا. طيب بأن ربك أوحى لها وحي جواب أطهي سؤاشي بني آدم كو أهيد ما لها محاي كود عاي محاي لاذا محاي يقول قلنا يساوي محاي أول رميسا وحاي أول رميسا ويقول قلنا يسا ربي قيد به أمري أوحى لها بمعنى وو إدمي أما وو أمري لأن وحي كوحى لإله ذا سقر سودية إن وحى لقوقو الشيقى لإله ذا ساس يعمل وحي قواساس وحديث أما سقر سودية وحى لقوقو الشيقى مركا أمر ربي أو قرسودية oo annagu marka aan u muuqanin dadka ya soo gaaray dhulkan amar bay qabtaa marka amar rabbi ayay qabtaa saasay marka ku warramaysa oo warka ku sheegaysa bi anna rabbaka aw halaha markii intaasii dhacdo dadku marka way soo fuulayaan yasturun nasu xaqiiqa soo fuulayaan qaar waxay leeyeen culimadu qabuurti bay ka soo fuulayaan qabuurti ka soo baxayaan qaarna waxay leeyeen ma ahe mowqifka qiyaamada ilaan bankii qiyaamada la taagnaa بنك قيامة مركز التاجين اللي اسمه حسابين هو شو ليه والله بنته مركز بنك قيامة كسر ضريران أو كسر فلان مركز أعماله دي اللي هرد يقول الله حساب تميها
marka xaggey ka soo fulayaan waa qubuurtii waa ra'yi ra'yi kana waxay maahay mowqifkii qiyaamada la taagnaabay ka soo fulayaan yasduru annaasu ashtaatan ayagoo kala duduwan kala duwanaanta iyo kala tagsanaantaasi wax weeye qaarna waxay soo baxayaan ayaga oo wejiyo madow oo aada u murugsan oo rafaadsan qaarna waxay soo fulayaan ayagoo wejigoodu dhalaalayo aadna u faraxsan marka waa la kala tagsan yahay ayib waxay u soo baxayaan liyuraw acmaalahum acmaashoodii in la tuso acmaashii tusideeduna waxa weeyaan diiwaankii laga soo diyaariyey iyo qoraalkii laga soo diyaariyey baa la hor dhigayaa markaasaa waxaa la yidhi iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba yacni akhrisaa la leeyahy diiwaankaaga adaa maanta xisaabiye isugu filan wax alla wixii ay samaysay o dhan baa marka ku yaal maa lihaada alkitaabi laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha wax yar iyo wax weyn doona kama tegin meeshay ku qoran yihin waa la tusaya marka waa lagu soo hordhigaya sidaas weeyaan ayib faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah acmaashii laystusayey ayaa marka tafaasiil laga bixiyo wax yar iyo wax weyn wax ka maqan ma jiro faman yacmal ruuxii sameeya mithqaala daratin dhurcaso wax qadarkeeda ah ama wax culayskeedoo kale leh khayran oo khayr ah yarahu wuu arkayaa waman yacmal ruuxii sameeya mithqaala daratin dhurcaso wax qadarkeeda la-eg sharan oo shar ana yarahu wuu arkayaa mithqaalka waxaa la yidhaahdaa waa qadarka ama culayska daradana waxaa la yidhahdaa laba macnaa lagu fasiraa in la yidhaahdo daradu waa quraanjada yaree dhurcasada la yidhahda aadka u yar iyo in la yidhaahdo darada waxaa la yidhaahdaa waa siigada ama habaaska inta badan ishu ayna qabanayninoo guriga dariishadiisa markay qoraxdu ka soo gasho yacani wax weeyaan waxyaalo ishaadu ayna qabanaynin laakiin markaasoo kale habaaska duulduulahaya ee meeshaasi aada arkayso waxaa yarkaa si caadina ishu ayna u qaban karaynin kaasaa waxaa la yidhahdaa dara adiga wax weeye miithaal waxay u tahay wax jira waxa ugu yar wax jira ama jiri kara waxa ugu yar maalinkaasi miisaanka wuu miisaamayaa baynamaa awsan hadda adduunka mawaasiintiisu hadda ma qaban karto wax yar oo intaa la-eg oo kale miisaanka iyo kafadiisa waxba kama bedelayso laakiin maalinta aakharo waxa ugu yar ishu xataa ayna qabanaynin oo khayrah miisaanku waa qabanaya shar hadduu yahayna miisaanku waa qabanaya labadaba waad arkaysaa macnaha ayib wax yar iyo wax weyn nabigeenu sal alay wasalam aayaddan wuxuu ku tilmaamay inay tahay hiya aljaamicatu alfaadha aayad wax walba kulmisay oo haddana gooni ah wax la mid a qur-aanku uba yaryahayba siday wax u kulmisay ayuu nebigu ku tilmaamay sal alay slam waxayna ahayd markuu fardaha ka waramay nebigu sal alay slam ayaa waxa la yihi bal dameeraha nooga war dameeraha iyaga ka waran xaalkooda markaasuu nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam wax dameeraha ku saabsan iyo xuquuqda laga bixinayo layguma soo dejinin ilaa aayaddan mooyaane alfaadha aljaamica faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah oo macnuhu yahay dameeraha ninkii si dhanka khayrka u isticmaalana khayr buu ka heli ninkii dhanka xumaanta u isticmaalana shar iyo xumaan buu ka helaya wey macnaha saasuu nebigu sal alay slam markaa u fasiray faman yacmal ruuxii sameeya mithqaala daratin yacni waxaan ishu qabanin qadarkii ama wax la eg khayran oo khayr ah yarahu wuu arkaya waman yacmal ruuxii sameeya mithqaala daratin waxaan ishu qaban karin ama wax jira waxa ugu yar qadarkiisa ama culayskiisaoo kale wax leh sharan oo shara yara wuu arkaya sidaas daraaddeed isjir waa yacni dembina ha u gelin dembina ha u gelin wuu yar yahay khayrna ha uga tegin wuu yar yahay wixii khayrana ha ka tegin oo wuu yar yahay intaad yastood xaqirta ha uga tegin maxaa yeele wax yar baa laga yaabaa maalinta qiyaamada miisaankaaga xasanaadka inuu cusleeyo ood naar kaga badbaadood janno ku gasho laakiin nabigeenu ala sal alay wasalam lahaa ittaquu annaara walow bishiqi tamra naar iska jira xataa timir jeexeedna ha noqdee timir jeexeed wax yar baad naar kaga badbaaday ood kaga fakan kartaa marka khayrka ha yaraysani laa taxqiranna min almacruufi shay-an xataa inaad wejigaaga furto ood dadka weji furso furoon kula kulanto xataa nin baa yacni jidka wax yaroo uu ka leexiyey wax yaroo muslimiinta dhibayo jidka uu ka leexiyey buu jannada ugu tamashalinaya uu yani kolba dhinac u maraahaya nabigu sheegay sal alay wasalam marka khayr ha yaraysan sharna ha yaraysan wax yar ayaad naarta ku geli karaysaa wey macnaa maadaama waxyaalaha yareerkaaba miisaanku qabanayo oo la xisaabi doono yacani waxa weeye
حمانتنا تيضير اسكا إلالي خير كان كيس ير حقيرين السماه. سورة العاديات وهي سورة كلا إنه وحيكتا درسي كان أقدم بيسمانتا إيضنا وسورة مكية وحيكو بلابن يسار الله وحيوري تبارك وتعالى والعاديات وانكو دارتي فرده أردي ضبحا صوحا أما هراك أما حورين. طيب فالموريات فرده هورين هورين يبان كودارتي قدحا مذك فالمغيرات فرده ويرر يبان كودارتي صبحا أرورتي وفأثرنك عيني به أي فيه صبح ذا لحدة نقعا حباس أما بوس أما بورد وفوصدنا لحق لي به صبح ذا لحدة جمعا كوح عدوة انت سنقول ارتي ان الانسان انسانك لربه ربك لكنود وكدي دبدا وكو ابال درن اما جساريد بدن اما دي دبدا وانه اسق انسانك على ذلك ارجا كركيسا كنود نمدا اي انو ربك نعم كيس ديدو ارجا كركيسا لشهيد اسق ابا مرقاتك انسانك لفتي سوا ابا مرقاتك وانه اسق انسانك لحب الخير حولها تعيل كود الدرتود لشديد وامد أذق كبتكو أذق وي حولها درتود ومحوها هيكوك عن أذقوا عادياتك علماء قاروحي لادن وقيله حج كمرك الله صعد قيل الله قيله سيكون في السران لكن تفسيرك كافي عن اللو بذنيه وحويان عادياتك إنه فرضها دقال لما إياه وجهاتك إلهي طريق إلهي كود دقال لما إياه وحي إلي عمل إلهي تسعيل يبي هيان ساس دراد القيمها إليه اندرت يدبو إلهي أقول دارنا إياه مركب فردها أردية ضبحا يضبحنا ضبحا ضبحي قوح لي لذا فرس كمركو أرديو يعني وحويان صوحا هو هراجة حيكون فسران علمه أيوة صوت أنفاسها إذا عدونا مركي أرديان نفتور كأي نفتور هيان يا نفسي كأي نفسنا هيان أي ضبحي قال لي لذا معنا ساس واي يعني ساس يكون في ساس يكون في سيرين معنا مرك الصوت كأي بحنا هيان هرقة كبح هي مرك أرديان أي الضبح قال لي هذا طيب مرك أيقو صدا الصوتين هي وعدك بحنا هي أو هرقة هي فردها أرديان كل أرتبي عليه تبارك وتعالى فالموريات من كل أرتبي قد حن وحلق وذا مرك يفرده أرديان قاب كودا شيء أذاك يكون رفتان لقح هي وحي اللمدة ضبك كعية يعني حقا يقولوا فنيان مركا يعني سيدي مدق لدليو كلي كدغنت مدق وحلي دهدا مركا باديها او كل جيده وحال جير دبك لا دليو مركا لبا قري با لسو قال قاده ولا اسكو حقيا مركا اسكو حقيا احتكاكا يا اصدقاكا كدخيه قريها لسكو حقيو دبكو كدلنيا مركا مركا تاسو كلا وا فالموريات فرده هورينيه بان كو دارتي قدحا مدقته هورينيه اما يعني قدحا garaacis ay lugahooda ku garaacayaan dhulka dhagaxa iyo wixii lamid ay ku garaacayaan isku dhaca ay isku dhacayaan bal yiraahdaa qadxiga yiraahdaa tayib isxuqida isxuqayaan ayaa yiraahdaa tayib fal mughiraati ban ku dhaartay fardhihi weeraraya subhan subaxnimada waa waqtiga nabiga sallallahu alayhi wasallam oo inta badan dagaalka weerarka u qaadi jiray waa oo habeenkii oo kale haduu meel ku soo hagaago uu bariisiin jiray wuxuu dhageysan jiray balin aadaan iyo wax ka dhaco meesha isaga hadii aadaan iyo wax yeero marka magaalada iyo tuulada iyo laba weerar jir hadii marka aadaan laga waayo subaxdii uu ku gaacin jiray nabi sallallahu alayhi wasallam fal mughiratu subhan fa atharna kinayay bihi ha weerarka ama orodkaasi sababtiisa waa la dhigi karaa bil cadwi orodkaas sababtiisa waxay ku kicinayaan naqcan bus iyo boor أما به ذو فيه بينقونه بمعنى الصبح واختي قد حديث واختي قد حديث وحي كعنيا نقعا وفرضه مركي إسكالان ودقالك بلوضو بص با استاكت بور با كعي فوسطنا نحق لي به واختي قد حديث أما به أردك سببتي سكون نحق لي جمعا كوح عدوة قطوين إذا مفرد يي سكا ذا نحق لي يعني ودقالك قاضيا انت اصلا كل ارتب ربير تبارك وتعالى ومظاهرتي مشاهيد الدقالك جهادك الدقالك شرعي قوة انت اصلا كل ارتب ان الانسان لربه لكنود
kii insaan la dhihi jiray waa mid rabbigii ku jisaaro waay, waa mid nicmadiid badan waay, waa mid abaaldarro badan waay, allihii abuurtay u nimceeyey, barwaaqada siiyey, yacni wax weeye maamulaya, wax walba siiyey, ma ogola, daacadiisii ma ogola, nicmooyinkuu siiyey uma ictiraafsana, waa kanuud, jaxuud waay, waa mid nicmadiida badan waay. Inuu nicmadiid yahay oo ilaahay nicmadiisa uusan ka shuhriyinna isagaaba markhaati ka ah, wa innahu isagu calaa daalika arrinkaa korkiisa la shahiidun isagaa markhaati ah, see markhaati uga yahay bilisaani xaalihi wa, markaad dhaqankiisa fiiriso isagaaba isku markhaati furayaba, markuu nicamkii ilaahay siiyey uusan ilaahay ku aqoonsanaynin, markuu nicamkii ilaahay siiyey tabaaraka wa tacaala xumaan u isticmaalayo, markuu ilaahay nicmooyinkii siiyey uu yacni ilaahaygii siiyeyba kula dagaalamayo iyo xaqiisii kula dagaalamayo, yacni way iska caddahay weye, xaalkiisa iyo waxa ka muuqda ayaa markhaati ka ah inuu ilaahay nicmadiisii diiday oo ku jisaaray. Marka waxaa la yidhahdaa lisaanulxaal, bini aadamka waxna wuxuu carabka ka sheego lisaanulxaal baa la dhahaa, waxna wuxuu xaalkiisu ku tusayo oo isaga ka muuqda ayaa la yidhahdaa lisaanulxaal baa la dhahaa. Marka xaaladiisay ka muuqataa sidaasuuna markhaati uga yahay oo isaga isku caddaynaya inuu yahay yani kanuud inuu yahay. Wa innahu lixubbi lkhayri la shadiid, xoolaha jacaylkoodana waa ku adag yahay. Bimacnaa adeega waxaa laga wadaa albakhiil almumsik, waa bakhayl gacan adag. Xoolo markii la siiyana xuquuqdoodii ma gud, sike ka bixin maayo, ixsaan ka samayn maayo, sadaqayn maayo, saas wey macnaha, waa cishanaya. Hata ilaahay meel kale noogu sheegay tabaaraka wa tacaala, qul low antum tamlikuuna khazaa'ina raxmati rabbi idan la amsaktum khashyata alinfaaq wa kaana alinsaanu qatuuran. Sideedaba ibni aadamku sidiisaba waa hayste, waa ceshade, waxbixinta iyo deeqsinimadu dabeecad asala uma ah. Tayib, marka xoolaha jacaylkoodana waa ku adagyah. Afalaa yaclamu, miyuusan ogeyn idaa goortii bucthira la soo faago, maa fi lqubuuri, waxa qubuurta gudahooda ku jira marka lasoo faago, lasoo cararogo, oo waxusila, lasoo muujiyo, maa fi suduuri, waxa laabaha ku qarsoon ee ku jirana lasoo muujiyo oo bannaanka la keeno, ina rabbahum, rabbigood, bihim iyaga yowmaidin maalinka la khabiirun, waa mid xoogaal u ah, waxba kama qarsoona. Yacni waxa weeye qubuurta waxa ku jira lasoo faago waxaa laga wadaa jirkiibaa ku jira qubuurta, jirkiisii marka dib laysugu soo celiyo, qabrigii iyo godkii la geliyeyna laga soo saaro oo bannaanka la keeno, hee, kadibna wixii qalbigiisa ugu qarsoonaana isagana lasoo daahiriyo, lasoo kulmiyo. Xusilada waxaa la yidhaahdaa inta lasoo ururiyo oo yacni lasoo daahiriyo in la kala saaro. Marka qalbigaaga maxaa ku jira? Mabaadidii baa ku jirtay, gaalnimadii, iimaankii, khayrkii, sharkii, wixii qalbiga kugu qarsoonaana waa lasoo saari, waa lasoo daahirina. Jirkaagii dhulka ku baaba'ayna isagana waa laysu keenaya, waa lasoo saaraya. Maalinkaa bannaankaa taagan tahay marka, adigoo waxaad rumaysnayd wata, jirkaagiina dhammaystiran yahay, caqiidadaadii iyo mabdi'ii aad adduunka ku haysatayna oo ay kuu jirto ayaa lagu keenayaa. Wixii qalbigaa ku jiray baa bannaanka la keenayaa. Marka waxba kuu qarsoonaan maayaan. Maalinkaasi rabbigood xog ogaal buu u yahay. Maxaa laga wadaa? Haddii xogaalnimada waxaa ka dhalanaysa inuu xisaabinayo, abaalkooda marinayo. Maalinkaas abaalkiisaa la marin doonaa bini aadamka. Adduunka allihiisa lagu karilaya kanuudka ah ee kadeedka, madax adeyga iyo kufriga laga karilaya, halkaasaa dambaysa waa. Afalaa yaclamu, miyuusan ogeyn ibni aadamku ma'aalkiiyo meeshuu ku dambayn doona idaa goortii bucthira la carar rago, ama yacni wax weeyaan la faago. Maa fi lqubuuri, qubriyada dhexooda waxa ku jira oo jirarkii iyo jirkii bini aadamka ee galaya marka lasoo saaro oo lasoo bannaanka lasoo dhigo, oo waxusila, yacni la daahiriyo, la muujiyo. Waxaa la yidhaahdaa xusilada waa aljamcu waalidhaar, inta la kulmiyaa weliba lasoo muujinaya, in la kala soco, la kala saarana waa lagu fasiraa. Maa fi suduuri, laabaha waxa ku jiray markii muxuu ahay lasoo muujiyo, lasoo daahiriyo, miyuunan ogeyn ina rabbahum, rabbigood, bihim iyaga yowmaidin maalinka la khabiirun, mid xogaalun inuu yahay, oo waxba ka qarsoonayn ruuxulbana wixiisii la marin doono. Hada wabillahi tawfiiq, wa salli allahuma wasalama wa baraka cala nabiyina Muxamed wa cala alihi wa saxbihi wasalam.